levo. الدنيا هوا عليك، ايه اللي خرجك دلوقتي؟ صوتك يا استاذ شريف. ارجوك ترجع تاني، انت لازم تستريحي، انت لسه تعبانه. انا كنت تعبانه، انما لما سمعت الغنوه الحلوه اللي كنت بتغنيها راح التعب. عجبتك؟ جدا الحقيقه. احساساتك بقت مرهفه قوي، ايه السر يا ترى؟ الحب يا اماني هانم. الحب؟ طبعا طبعا، الحب، حب الزرع والميه والسما الزرقاء، وبالاخص الساقيه اللي عماله تروينا بخيرها. عشان كده دايما بلاقيك عندها، انت يسهر بتحبها جدا. هي فعلا جميله. وما تنسيش ان احنا كلنا عندها عيش ملح. انا هعرف ازاي اخلص منه. ايوه هتخلص منه. بيني وبينك، ولو اني ما كنتش عاوز اقول لك، الحكايه ما عادتش شغل وبس، دي بتحبه. يا راجل بلاش كلام فارغ، هي عبيطه تحب وقتها الفوز زي ده؟ لا مش عبيطه، لكنها اتشعلقت فيه، يعني انزرع هناك، وما دام انزرع هناك يبقى لازم نقلعه زي ما بنقلع الشتله من جذورها. اطمن. شوف مين عبد الستار افندي. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا عبد الستار افندي؟ الله يحفظكم يا فندم. المستند الكبير موجود؟ اهلا بك. سعيد يا رب. مالك يا حبيبي؟ فشل ليه؟ استاذن بقى يا رمزي بيه. طيب يا عبد الستار افندي، روح انت وما يكونش عندك فكره. الله يخليك. وبكلمني في التليفون. حاضر. مالك يا حبيبي؟ ما قلتليش. مكشر ليه؟ ولا حاجه. لا في حاجه. مشغول بحاجه؟ مش عاوز تقول؟ الواد اللي اسمه شريف ده، مش عارف ايه اللي عاجب اماني فيه. انت لسه بتفكر فيها؟ انا ما بفكرش فيها، انا بفكر فيه هو. بونسوار يا فندم. اهلا وسهلا. ممكن ادخل؟ يا فندم بس هنا عارف شغل مش كده؟ ولا اماني محرجه عليك محدش يجي هنا؟ يا فندم اماني هانم ما تجيبش سيره كلام زي ده ابدا. ثم قصدك حد زي مين يجي هنا؟ زي مثلا، ولا واحده تانيه تترازل عليك زي كده؟ يا ماما زين ما حدش بيترازل عليا ابدا ابدا ابدا. مساء الخير يا سيدي. مساء النور يا سعديه. ايه العشاء يا سيدي؟ طيب هات يا سعديه. مش هتديني الاطباق الفاضي اغسلها لك يا سيدي؟ لا 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 لا، هغسلها لك يا سعديه، روحي انت. هي اماني بتبعت لك الاكل لحد هنا؟ ايوه. ياه دي مهتمه بيك قوي. يا ترى اماني كانت بتعمل كده برضو لعبد الستار يا فندي؟ والله مش عارف. طبعا مش معقول، لانها لا مؤاخذه حضرتك كنت جاياني عشان ايه؟ ايوه صحيح، انا كنت جايه هنا ليه يا رجاء؟ كنت كنت جايه اقول لك قد ايه انا كنت سعيده بالرقصه اللي رقصتها معاك وانت بتغني. طيب يا ستي متشكرين. ايه رأيك يا شريف لو تغني لي دلوقتي واحنا لوحدنا؟ خد. ارجوك يا رجاء هانم. انت خايف لحد يسمعنا؟ طب غني لي في ودني يا رجاء هانم. كفاية كفاية.
واحنا لسه ابتدينا. ارجوكي ما تضطرنيش ابقى عنيف معاكي. يا ريت. طب اتفضلي بره بقى. لا 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 كده هتعمل ضيفك بالشكل ده؟ انت اللي اضطرتيني لكده. اتفضلي بره من فضلك. طب ما تزقش. ما تتصوريش يا لالي الحكايه دي اثرت فيا قد ايه. ما نمتش طول الليل. يا ستي ما تاخديهاش جد. طبعا جد. امال يعني سعديه هتجيب الكلام من عندها؟ انا شخصيا مش مصدقه. دلوقتي سعديه تحكي لك بنفسها. اللي قوليه يا سعديه. نعم يا ست. انت متاكده من الحكايه اللي قلتيها لستك اماني امبارح؟ حكايه ايه يا ست؟ البنت اللي شفتيها عند سيدك شريف. ايوه. امال يا ست؟ ومتاكده انها رجاء؟ يا ندامه يا ست، هو انا غشيمه عن ست رجاء؟ مش هي اللي كانت بترقص ليله الحفله؟ وايه اللي عرفك ان هي كانت عنده؟ اصل يا ست ليلى كل ليله سي شريف بيدخلنا ياخد الاطباق الفاضيه. ليله امبارح خد مني العمود وقفل في وش الباب. قمت انا اتوغوشت ورحت حدا الشباك لقيتها جوه معاه. طب روح انت يا سعديه. حاضر يا ست. صدقتي بقى يا ست ليلى؟ انا غريبه. رجاء وشريف ايه اللي لمهم على بعض؟ ما هو ده اللي محيرني. على العموم يا اماني، شريف مش ممكن تشكي في اخلاقه. فانت لا تزعلي ولا تتاثري لحد ما تعرفي الحقيقه. اهو جه. لازم جاي يقول لك. اتحكي في وشه ما تبينيش اي حاجه. صباح الخير. صباح النور يا استاذ شريف. خير؟ النهارده هنروي الحوض القبلي. زمان الرجالة بيفتحوا عليه المية. طب كويس. وبكرة الصبح هتيجي عربيات الحاج سالم عشان تشيل القطن توديه المحلك. وايه تاني؟ الحساب جاهز دلوقتي. تقدري حضرتك تيجي في اي وقت تراجعيه. مفيش حاجة تانية عايز تقولها لي؟ لا سلامتك. صباح الخير. صباح يا ست هانم. صباح الخير يا صباح ست ليلى. ازيك يا عم مصطفى؟ ايه يا عم مصطفى في حاجة؟ والله يا ست هانم انا كنت قصدك في خدمة صغيرة. ايه خير؟ انا محتاج 2 جنيه سلفة. اصل بنتي الله يكرمك ولدت وده بتولد. كده مبروك يا عم مصطفى. الله يبارك. وسميتوه ايه؟ والله يا ست هانم ابوه مصمم اننا نسميه شريف. اصل الشريف ده غالي علينا قوي. الله يخليك يا عم مصطفى. اصرف له 10 جنيه يا استاذ شريف. لا لا 10 جنيه كتير كتير قوي. لا ده الهدية مني لشريف الصغير. ربنا يعدلها لك يا ست هانم ويرزقك ابن الحلال. يلا بينا يا عم مصطفى. سلم لي على فاطمة وقول لها إن حاجة أزورها بنفسي. تسلم يا ستي. عن إذنكم بقى. عن إذنكم. يعني ما جابش سيرتها بكلمة. ليه بقى؟ يمكن لقى الحكاية ما تستاهلش إن يقول لك عليها. ما تستاهلش إزاي؟ واحدة تروح لراجل غريب في بيته وفي عز الليل تبقى ما تستاهلش؟ أنا عندي فكرة. ما تيجي نطلب رمزي في التليفون ونستدرجه. طبعا رجاء من شلته. ويمكن يعرف حاجة. بس أنا ما أكلمش الطرف ده. سيبوهولي أنا أكلمه.